السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. أعتذر عن القطاع في الفترة الماضية ولكن عدنا بإذن الله والعودة حمد. بعوضكم إن شاء الله، جايب لكم فيديو تقعدون يومين ثلاث أربع تقولوا رائع 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 ما تكفوا حقه. طبعا فكرة الفيديو جت وأنا رايح للدوام، وحين أقول لكم كيف دوامي على طريق خريص، وما أدراك ما خريص، أهل الرياض يعرفونه. فالطريق كله أنت ما تمشي ولكن تقرأ أسماء السيارات من الزحمة. من وقتها جات الفكرة، والحين جلست أكثر من ساعة نزلت صور السيارات عشان نجهز لكم الفيديو الرائع، سيارات أسماءها ومعانيها. الفيديو جهزته لكم والغاية بإذن الله فايدتكم ودعمكم مطلوب. الفزع الله يحفظكم. والحين نبدأ مع البرنامج، ونبدأ مع السيارة الأمريكية الأكثر شهرة وهي فورد. طبعا اسمها جاء على هنري فورد مؤسس الشركة. ونبدأ مع النوع الأول من سيارات فورد وهي فورد فوكس. فوكس كفعل تعني يركز، والاسم منها مركز أو محرق. وأما سيارة إكسبلورر فتعني المستكشف، ومن ثم فيوجن فتعني الانصهار أو الاندماج. وأما إكسبيديشن فتعني حملة استكشافية أو بعثة، وبالنسبة لرينجر فتعني حارس الغابة أو الحديقة العامة. وهنا جينا لسيارتي الغالية يا حي الله، تاوروس أو تورس، وهي أصلها لاتيني وتعني الثور أو برج الثور. أما بالنسبة لأكثر الأنواع شيوعا من سيارات فورد وهي كراون فيكتوريا، فمأخوذة من نوع من العربات الفاخرة. وقيل أن كراون فيكتوريا، كراون معناها التاج، وفيكتوريا هي ملكة إنجلترا المعروفة، فهو تاج الملكة. وأما النوع الأخير لدينا من سيارات فورد فهو ميركوري، وميركوري تعني كوكب عطارد أو الزئبق. وبعد استعراض نخبة السيارات الأمريكية مع فورد كومباني، فنستعرض نخبة السيارات اليابانية مع تويوتا كومباني. ونبدأ مع حبيبة الشعب تويوتا كامري. كامري في اليابانية تعني التاج، ثم لاند كروزر. كلنا يعرف معنى كلمة لاند وهي الأرض، كروز الفعل يعني يطوف أو يجوب، كروزر يعني الطائف، فهي الذي يجوب أو يطوف الأرض. وأما كورولا فتعني التويج في الزهرة، وقيل تعني القناعة في اللغة اليابانية. وأما حبيبة الطيبين من فئة تويوتا فهي تويوتا كريسيدا، وتعني الإمبراطورة باللغة اليابانية. أما بالنسبة لسيارة FJ فهي اختصار لكلمتي Fun and Joy، وتعني اللهو والابتهاج أو المرح والابتهاج. مسك الختام مع سيارة Lexus، وهي السيارة الأفخم، ويأتي اسمها أصلا من Luxury وتعني الفخامة. أما الشركة الثانية من السيارات اليابانية فهي نيسان، وفي مقدمتها سيارة Pathfinder وتعني موجد أو مستكشف الطريق. وأما بالنسبة للسيارة الرائعة نيسان باترول فتعني خفر أو حراسة، وأما بالنسبة لصني فتعني مشمس. السيارة الأنيقة ماكسيما، وتأتي من ماكسيمم وتعني الحد الأقصى أو الأمثل، أما أرمادا فتعني الأسطول الحربي. ودائما الختام يكون مسك مع أرقى وأجمل أنواع النيسان وهي إنفينيتي، وتعني لا محدود أو لا نهاية. ومع فخر الصناعة الألمانية مرسيدس بنز، وجاء اسمها على اسم ابنة صاحب الشركة ومنظم مسابقاتها إيميل يولنيك، وقيل أنها تعني النعمة أو البركة باللغة الإسبانية. وأما هذه التحفة الفنية فجاء اسمها اختصارا للعبارة الألمانية بايشا موترن فيكا، وتعني بايشا موتورن فيكا، وتعني مصنع محركات بايرن. وأما من سيارات شيفرولي فنذكر الأهم وهي كابريس، وتعني رغبة أو هوى مفاجئ. وأما بالنسبة لسيارات السرعة والقوة دوج، فقيل أنه اسم صاحب الشركة، والفعل دوج يعني يراوغ أو يتفادى. ونذكر أهم نوعان وهم Challenger وتعني المتحدي، وCharger وتعني الشاحن.
وأما لاند روفر فهي كلاند كروزر، روفر يعني الذي يطوف أو يجوب الأرض. ومن شركة السيارات اليابانية هوندا نذكر سيفيك وتعني مدني، and city وتعني مدينة. أما سيارة بايلوت فتعني الطيار، والسيارة الأخرى الفارهة ليجند وتعني الأسطورة. وأما أمثلة عن سيارات هيونداي فنذكر جينيسيس وتعني تكوين أو نشوء، وأما سنتينيال فتعني الذكرى المئوية، أكسنت وتعني لهجة، وأما سناتا فتعني لحن موسيقي أو قطعة موسيقية. وأما سيارات جاغوار فيظهر معناها من رمز الشركة وهو النمر الأسود جاغوار. أما بالنسبة لكيا فيقال أن معناها killed in action، يعني مقتولة بالحركات، معني ما اقتنعت في المعنى 100%. ومن أنواعها سبورتج وتعني الرياضية، كارنفال وتعني احتفال أو مهرجان، سول وتعني الروح. وأما السيارة الألمانية فوكس واجن فتعني سيارة الشعب، فوكس الشعب، واجن يعني سيارة. وأما السيارة الضخمة والمدرعة الحربية هامر فتعني المطرقة. أما جيب تشيروكي فقيل أن تشيروكي تعني قبيلة من الهنود الحمر. أما سيارة لينكن فتعود إلى اسم الرئيس الأمريكي إبراهام لينكن. وهناك سيارات أخرى كثيرة، وهناك سيارات كثيرة أخذت اسم مؤسس الشركة مثل مايبخ، أوبل، أستون مارتن، لامبورغيني، فيراري، آن بورشا. أرجو إن فايدة اليوم نالت إعجابكم، عساكم ما عدمتوا الفايدة، الحساب حسابكم، اكتبوا لي عن أي شيء تحبون الناقشه. آراءكم ومقترحاتكم تهمني جدا، ودعمكم يساعدني على الاستمرار. عساكم دوم بصحة وعافية، والسلام عليكم.